سبسكرايب الفيديو على ما ازاي تخفي رقمك من التجرام بحيث محدش يقدر يشوف رقمك او ما يبقاش ظاهر للاشخاص الاخرين. فالحل سهل بسيط، طبعا احنا بنضطر نخفي الرقم، يعني مثلا من داعي الخصوصيه محدش يشوف رقمي والكلام ده كله. فبنضر كتير في البدايه شباب، بنخش على التليجرام ده شباب، بنفتح برنامج التليجرام. بعد كده شباب بيظهرلنا تلات شرط اللي هي الايقونه دي، بندوس عليها ندوس على. بعد كده شباب بندوس على كلمه الاعدادات، ضغط على كلمة الإعدادات. بعد كده شباب نتدلى تحت على كلمة خصوصيات والأمان، هتلاقيها تحت، ندوس على كلمة خصوصيات والأمان. بعد كده شباب بندوس على كلمة رقم الهاتف. هنا من يمكن رؤية رقم هاتفي؟ أنت عايز مين يشوف رقم تليفونك؟ الجميع ولا جهة اتصال ولا محدش يشوف خالص؟ لو مش عايز حد يشوف خالص فبتدوس على كلمة لا أحد، بنعلم على كلمة لا أحد. ده شباب لو روحنا الخيار اللي بعديه برضه، والخيار ده ميزه كويسه اللي هو لو اي واحد معاه تليجرام وعايز يبحث عنا ما يقدرش يبحث عنا غير اللي هو معايا رقمك، فدي ميزه حلوه اللي هو اي واحد عامل تليجرام ما يقدرش يعرف انت عامل تليجرام، حتى لو معايا لازم يكون معاه رقم التليفون بتاعه. فاحنا بنخليه مثلا جهه اتصال اللي هو خاصه بينا وبس كده. اوكي شباب، يكون الفيديو بتاعنا خلص. هكون سعيد جدا لو عملت لايك واشتركوا بالقناه. هدفنا نوصل 10,000 مشترك، وبيكم ان شاء الله نوصل. وفي الاخير سبحانك اللهم وبحمده، استغفرك واتوب اليك.